مجانا أخذتم مجانا أعطوا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. وردت إلي رسالة بالبريد الإلكتروني عن قوم يقولون، لا أريد أن أحدد في أي منطقة من فلسطين، ولكن يقولون إحنا بنتبع اللي بدعمنا، إحنا بنتبع اللي بدعمنا. هذا قول مؤسف جدا. يعني لو أجا واحد بوذي دعمك بتصير بوذي، لو أجا واحد خنفوشي بده يدعمك بتتبعه؟ تذكرني هذه الكلمات مع الأسف بأحدهم الذي كان يدعى يهوذا الإسخريوطي الخائن. ماذا كان شعاره؟ شعاره كان كم؟ بالعبري كاما. ماذا كان شعاره؟ كم تعطونني لأسلمه إليكم؟ أحيانا البشر يقولوننا، ولكن نحن في حاجة، واللي تحت العصي مش زي اللي بعدها. أنت يا خوري قاعد في الدير مش ناقصك إشي. ونحن عندنا عائلات، عندنا مسؤوليات. طيب، هل كل من يشكو هو فعلا بحاجة؟ ثانيا، هل كان السيد المسيح يوزع على الناس المال؟ لا، لم نشهد سيدنا يسوع المسيح يعطي البشر فلسا واحدا. كل هذه الأمور المادية هي خدمات الرسل رفضوا أن يقوموا بها. اقرأ أعمال الرسل فصل 6، ووكلوا في هذا المجال رجالا أتقياء مشهودا لهم هم الشمامسة. قال الرسل: لا يليق أن نترك خدمة كلمة الله لكي نخدم الموائد. الموائد يعني السفرة، يعني الأكل، ويبدو أن كلمة مائدة حبشية مش عربية. إذن كل هذه الخدمات التي تقدمها الكنيسة، نعم، ولكن لماذا تقدمها الكنيسة؟ الكنيسة تقدم هذه الخدمات الاجتماعية ما خلى المدارس، بعد شوي بدنا نحكي عن المدارس، بسبب أن الدولة لا تقدم هذه الخدمات أو لا تقدمها بما فيه الكفاية أو تقصر في هذه الخدمات. يعني الكنيسة هنا تحل محل الدولة. الواجب هنا ليس على الكنيسة بل على الدولة، خصوصا الدولة التي تأخذ ضرائب من المواطنين. ليش تأخذ منهم ضرائب؟ إذا ما فيش خدمات ليش تأخذ منهم ضرائب؟ أيها الأعزاء، خلينا نتكلم عن المدارس، خصوصا وأن نفرا كثيرا يشكو إنه الكنائس، يقصدون الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية، تطلب من البشر أقساطا، يعني نقودا، يعني مالا، يعني مصاري بالعربي، لتعليم أولادهم. هذا الاعتراض مع الأسف الشديد هو اعتراض قصير النظر. شايفين الحركة اللي أنا بعملها؟ ليش قصير النظر؟ ينظر إلى 40-50 سنة الآن، وقد نسي الاعتراض، وقد نسي المعترض عن حسن نية، أريد أن آمل، إنه الكنيسة منذ أول نشأتها في القدس ظهرت المدائن عاصمة المسيحية،
وانتشارها في كل أنحاء العالم، أينما حلت الكنيسة خدمت البشرية وأسست أول مدارس، أول جامعات، أول دور للأيتام، أول جمعيات خيرية، أول مطابع، وكلها كانت مجانية. كل مدارس رعايانا، أتكلم عن رعاية البطريركية اللاتينية، كانت مجانية، لا يدفع فيها أحد فلسا واحدا، وكانت أيضا توزع الكتب والدفاتر والأقلام والمحايات على الطالبات والطلاب. هل ننسى هذا التاريخ؟ 1989 انتقل من غير اليوم قدس الأب المرحوم بطرس سليمان من رعية اللاتين في بيت سحور، وكان هو رحمه الله مدير المدرسة في نفس الوقت. كان معدل دفع رب الأسرة عن أحد أبنائه في مدرسة لاتين بيت سحور معدل الدفع 20 دينارا أردنيا في السنة، 20 دينارا أردنيا في السنة، 20 دينار يعني اليوم 20 يورو، يعني خلينا نقول 20 دينار، خلينا نقول $50 في السنة، بلاش يا عمي خلينا نقول 100 دينار في السنة. ماذا حصل بعد هذا؟ وأقول نفس الشيء بالنسبة لمدارس الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة، معظمها إذا مش كلها كان مجانيا مدة قرون طويلة، يعني مدة مئات السنين. طبعا أريد أن أذكر بالخير أيضا أشقائنا الأقباط، وبالذات أشقائنا الأقباط الأرثوذكس وكل مؤسساتهم الكنسية، طبعا هي مجانية، وحتى في أصعب الأوقات وأفقر المجتمعات دائما الكنيسة تساعد. ونذكر نشاطات الخدمة والتبرعات التي كان يتلقاها قداسة الأنبا شنودة الثالث، ومشاريع الدعم والتنمية خصوصا من أقباط المهجر. لا نريد أن ننسى أن الرهبان، وهنا أريد أن أشير بشكل خصوصي إلى الرهبان الأقباط الأرثوذكس، وأنا طبعا كاهن كاثوليكي، أريد أن أشير إلى إخوتنا أشقائنا الأقباط الرهبان الأرثوذكس الذين يضحون بكل شيء في سبيل السيد المسيح ويعيشون عيش التقشف خصوصا في الصحاري والبراري، ومنهم ينتخب الأساقف والبطاركة. إذا نستطيع أن نقول، تنساش إنه جامعة أكسفورد أسستها الكنيسة الكاثوليكية، يعني كل الجامعات، جامعة السوربون أسستها الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الكاثوليكية هي التي أسست أول جامعات في العالم الغربي. ماذا حصل؟ حصل شيء واضح جدا وبسيط جدا، قل عدد الرهبان والراهبات وكثرت متطلبات، إذا كثر المعلمون والمعلمات العلمانيون والعلمانيات، المدراء العلمانيون والمدراء العلمانيات، وكثرت أيضا متطلبات وزارات المعارف المختلفة أو ما يسمى بوزارات التربية والتعليم، صاروا يطلبوا شروط، هذا لازم درجة بكالوريوس، درجة دكتوراه، درجة كذا، طبعا لازم كمان تربية إسلامية للطلاب المسلمين، لازم يعني كل هذه الشروط جعلت مدارسنا
تحتاج إلى طاقم علماني ليس من الرهبان ولا الراهبات. الراهب والراهبة وكاهن الرعية يعلمون مجانا في كنائسنا عفوا وفي مدارسنا، ولكن رب العائلة هذا بدنا نقول له آخر الشهر شكرا والرب يباركك، ولا بدنا نعطيه راتب شهري؟ إذا رغم أنه مثلا عندنا في البطريركية اللاتينية 47 مدرسة، هي مدارس رعوية أساسا وأصلا وواقعا، طبعا تستقبل غير أبناء الرعية وتستقبل غير المسيحيين كمان بكل سرور. وإذا عندنا عجز لماذا؟ لأنه الأقساط التي نأخذها من الطلاب لا تغطي ثلث المصاريف، ويمكن أقل من ثلث المصاريف. يعني في إحدى السنوات الماضية كان عجز مدارس البطريركية اللاتينية العجز نحو 4 ملايين دولار أمريكي في السنة. طبعا من يسد هذا العجز؟ مليونيرية فلسطين؟ لا، مع الأسف ما معهمش خبر فينا. حتى المليونيرية المسيحيين أكثر هم معهوش خبر في الكنيسة ولا يساعد الكنيسة. مين بيساعدنا؟ الكرسي الرسولي، فرسان القبر المقدس، سيدات القبر المقدس من جميع أنحاء العالم. إذا لا نريد أن ننسى هذا التاريخ أو هذا التاريخ القديم. يعني بالعربي 19 قرن من الزمان، بلاش يا عم، 7 قرون من الزمان كل كنائسنا الرسولية، وحتى يمكن البعثات من الجماعات الاحتجاجية كانت مدارسهم مجانية. أذكر لما كنت أنا في مدرسة صبي في مدرسة الفرير في القدس، كان في عنا فرع مجاني، يعني الطلاب ما يدفعوش فيه ولا مليم أحمر. ولكن مع الأسف مش إنه الكنيسة طمعت، الرهبان لا يتقاضون ملين واحد، كل الفريرية مسميهم الرهبان. في جامعة بيت لحم عندك 13 راهب مثلا، يعني الراهب نادر، مع العفة والطاعة نادر الفقر الطوعي. إذا كاهن الرعية لما بيعلم في مدرسة رعيته لا يتقاضى مليما واحدا، يعني ماذا خلاصة كلامي؟ خلاصة كلامي إنه مئات السنين الكنائس العريقة أسست المدارس وأنفقت عليها من غير أن تطلب من أحد شيئا، ولكن بعدين لما صارت تطلب المصاريف مش إلها، للمدراء العلمانيين والمديرات العلمانيات، المعلمين العلمانيين والمعلمات العلمانيات، صار في كثير ناس يحتجوا لأنه تعودوا أنه ياخذوا من الكنيسة، ما تعودوش يعطوا. الآن في شأن زي ما قلنا مشاريع الإسكان، مشاريع الإسكان هذه ليست من وظائف الكنيسة. مشاريع الإسكان تكلف أموالا طائلة. مع ذلك الكنيسة، بدي أحكي عن الكنيسة الكاثوليكية بدون مؤاخذة، قدر الإمكان في فلسطين تقوم بمشاريع إسكان. وكما قال أحدهم في البريد الإلكتروني، قداسة البابا حاضرة الفاتيكان طلبت من بعض الرهبنات في لبنان وغيرها أن تقدم أراضي للمسيحيين حتى يبنوا فيها إسكانات، طبعا مع الشروط، لأنه مش أنا الكنيسة تبني لك بيت بعدين تروح تبيعه لليهود، لا، يعني بضل البيت ملك الكنيسة حتى لا يتسرب إلى الذين لا تريدهم الكنيسة والذين لا يريدهم الشعب العربي النزيه الشريف الأصيل. إذا نرجع ونقول مشاريع الإسكان ليست واجب الكنيسة. المسيح لم يبني إسكانا لأحد، ولكن لما الكنيسة بتشوف أنه أبنائها قاعدين بيهاجروا
وبتقدر تحصل على أموال لمشاريع إسكان، تقوم بمشاريع إسكان. السؤال اللي سألته في فيديو سابق، كم من مشروع إسكان قامت به الفئات غير أو الجماعات، خلينا نحكي دائما باحترام، الجماعات غير الكاثوليكية وغير الأرثوذكسية، مع أنه عندها أرصدة، عندها أموال طائلة خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية. لحد الآن في كل منطقة بيت لحم وفي كل منطقة القدس أنا مش شايف بعيني التنتين ولا بعيني الأربعة، وقت ما كنت ألبس نظارات مش شايف ولا أي مشروع إسكان. يا حبيبي أنت ساكن في مشروع إسكان، ولا أريد هنا أن أخاطب أحدا بالذات، أنا بعرفش حدا أنا، ولكن أنت ساكن في مشروع إسكان لدير اللاتين في بلد فلاني، ماذا يمنع أن تدفع الأجار؟ خصوصا أنه الأجار زهيد، لماذا يتراكم عليك مدة سنوات وسنوات دفع الأجار لما حضرتك ما بتدفعش الأجار؟ كيف بدنا نقدر نعمل مشاريع لناس تانيين؟ ليش بتفكر بس في نفسك؟ ماذا يمنع؟ هل جريمة إنه الكنيسة بعد ما حكت معاك مليون مرة، هل جريمة إنه تبعت لك محامي وتقول لك إذا ما دفعتش الأجار ممكن تخلي المكان؟ يعني السؤال مش لازم يصير هون في خلل. الكنيسة مش واجبها تعمل لك مشروع إسكان. عملت مشروع إسكان ألف شكر لها. بتذكر هذاك الواحد الله يرحمه، ولا يجوز على الميت ولا تجوز على الميت إلا الرحمة، ساكن في إسكان. الإسكان هذا من تعب أحد الأساقفة الأجلاء مطران، كان يروح على ألمانيا وعلى هون وعلى هون يجمع مصاري حتى يعمل مشروع إسكان. وأنا بزور هذا الرجل من غير اليوم اللي كان يستقبل عنده أعداء الكنيسة، وهو في نفس إسكان، إسكان الكنيسة بيستقبل أعداء الكنيسة، بيقول لي من غير اليوم مين هو المطران؟ ليش لازم أبوس إيده؟ قلت له لماذا يجب أن أقبل يد المطران؟ وكان يتكلم عن ذلك الأسقف اللي عمل الإسكان، أو يمكن كان يتكلم عن الأسقف بشكل عام، إنه ليش أبوس إيد المطران؟ طيب قبلوا يد الممثلات، بلاش تقبل يد الأسقف أو يد الكاهن اللي بتحمل القربان الأقدس. بشوف رؤساء جمهوريات بسلم على سيدة بقبل إيدها، بسلم على قداسة البابا بسلم عليه سلاميات، كأنه الممثلة هاي اللي عملت مليون شغلة كأنه يدها أشرف من يد البابا. رؤساء دول، رؤساء جمهوريات ببوسوا إيديها. لماذا أقبل يد المطران الأسقف؟ قلت له من غير اليوم معك حق، ما تقبلش يده، يجب أن تقبل رجليه، لازم تبوس إجره، لأنه هو بنعمة ربنا ساترك أنت وولادك ومرتك. نكران الجميل، الله يرحمك يا فلان، نكران الجميل، الله يرحمك، الله يسامحك. وكان يشتغل في مؤسسة للكنيسة فيها 180 موظف، منهم 170 موظف مسيحي. بدل أن يقول شكرا، ماذا يقول ماربولوس؟ وكونوا شاكرين. تعرف احنا العرب نقول اللي بشكرش الناس بشكرش ربنا. نحن لا نطالب بالشكر، الشكر واجب عليك ولكنه ليس حقا لنا. بدكش تشكرنا بلاش، بس هذا واجبك، ونحن نخدم من غير شكر. إذن مشاريع الإسكان، البعثات للخارج، الكنيسة لا تحبذ، الكنيسة الكاثوليكية لا تحبذ البعثات للخارج.
الكنيسة لا تدعم ابنك إذا أراد أن يدرس في الولايات المتحدة، لأنه إذا راح هناك ممكن ما يرجعش. الكنيسة لا تريد أن تدعم دراسة بنتك في بريطانيا، أما في الجامعات هنا ممكن. أيها الأحباء، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، سهل على البشر أنه ينتقدوا الكنيسة. اسألوا الأباء الفرنسيسكان قديش بشر تعلموا مجانا من الروضة للتوجيه للثانوية العامة في مدارس الفرنسيسكان من غير أن يدفعوا فلسا واحدا لحد اليوم. اسألوا الراهبات، اسألوا مكتب التضامن للمدارس الكاثوليكية، اسألوا المدارس الأرثوذكسية كم تساعد. لا نريد شعبا شحاذا، لا نريد شعبا محتالا، لا نريد شعبا كذابا، ونريد أن نتعاون. مثلا في عندنا في منطقة بيت لحم عندنا الحمايل والعشائر، عندنا صندوق العائلات، هذا الصندوق الذي يخدم الإنسان في شدته، العيلة الحمولة بتوقف بتسنده. إذا هذا الشيء ممتاز، يمكن فقدناه في القدس أو في مدن ثانية. صندوق العائلات، المصاريف، بتقول لي عن المصاريف، كم من المصاريف على الخطب الخطبة؟ أنا بديش الخطبة إلا في قاعة. يا عمي خلي الخطبة تصير في البيت واعزم فقط أقرب المقربين. هنا في منطقة بيت لحم رفض الكهنة كلهم كاثوليك وأرثوذكس إنه يخطبوا البشر في القاعات الكبيرة، وبعدين تفرط الخطبة بصير يطالبها براس العبد وبالشوكولاتة. كلة عكل يا عم الياس، كلة عكل يا عم الياس. أخيرا اضطررنا أن نعاود نقبل نخطب البشر في القاعات. طبعا بعد 6 أشهر تفرط، بعد 6 أشهر تفرط الخطبة وتعال. أيها الأحباء، إذا نرجع لكلامنا أنه خلينا نتعاون مع بعض زي المسيحيين الأولين، زي الرهبان. كيف عايشين الرهبان اليوم؟ في حياة مشتركة في الأموال، نساعد بعض، نخفف من المصاريف اللي ملهاش معنى، واللي فعلا محتاج نساعده جميعا. وزي ما قلنا كل، أو لسه ما قلناش، كل الأمور المادية هذه ليست مطلوبة من الكنيسة، ولكن الكنيسة تقوم بها في غياب الدولة أو لتقصير الدولة. بصراحة يعني لا واجبنا نبني إسكانات، ولا واجبنا نعمل مشاريع للناس إنه يشتغلوا فيها. هذه ما كانتش رسالة المسيح ولا الرسل، ولكن الكنيسة تقوم بهذه الخدمات في غياب الدولة أو تقصيرها. ونطلب من ربنا بدأ إنه ما نكتفي بالكلام بل بالفعل نتعاون مع بعض. وشكرا لكم.